هل يجوز لي أن أدفع زكاتي لأختي التي لا يوجد دخل لها إلا من بعض أبنائها الذين يعملون وزوجها له راتب تقاعدي؟ إذا كان لها زوج ولها أولاد ولهم دخل ما تحل لها الزكاة، ينفق عليها زوجها وأولادها، ليست بحاجة إلى الزكاة. الزكاة تعطى إنسان ما له دخل، نعم، ولا له أولاد ينفقون عليه ولا له زوج ينفق عليه. نعم.